أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن هذه التغطية الخاصة لحادث اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي وفتح التحقيقات في تركيا قبل قليل. وكما رأيتم عبر هذا الخبر العاجل والصور التي أتتكم من زملائنا في فريق الجزيرة مباشر من إسطنبول، تمكن دخول فريق تحقيق تركي إلى القنصلية السعودية ومنزل القنصل السعودي. هناك ردود إذن من أنحاء العالم من جميع تقريبا الدول. التدخل الأمريكي بات واضحا منذ ليلة أمس ومنذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكل من الرياض وإسطنبول وأنقرة يعني التشاور مع قيادات هذه الدول بخصوص حادث اختفاء أو مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية قبل حوالي أسبوعين. إذن الاتحاد الأوروبي هو كذلك يتابع هذا الشأن. فرنسا وألمانيا وبريطانيا قامتا ببث تقرير أو بيان مشترك بخصوص هذه القضية، وطالبت بشكل مباشر السلطات السعودية بإعطاء أجوبة منطقية وأجوبة نهائية بخصوص هذا الحادث. الردود الآن باتت أكثر وضوحا وفي بعض الأحيان أكثر انتقادا للموقف السعودي وللطريقة التي تتعامل بها السلطات السعودية مع هذا الحادث، سواء من الجانب الرسمي للحكومات الأوروبية وخصوصا الفرنسية، وأيضا من جانب المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحقوقية كذلك. هذا اليوم نشرت صحيفة نوفيل أوبسيرفاتور الفرنسية مقالا يعني بعنوان واضح جدا يقول: لقد حان الوقت لفتح الأعين حول أو بخصوص التجاوزات أو تجاوزات الحليف السعودي لفرنسا، وتقصد بذلك الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما قالت جريدة لوكوغي انترناسيونال الفرنسية كذلك بأن العالم يجب أن يتدخل الآن لمعرفة مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي. كما يعني كثرت مقالات ويعني الأنباء لوكالة فرانس بريس الوكالة الرسمية للأنباء الفرنسية، واليوم هي أيضا أعطت بعض التفاصيل الإضافية لدخول فريق التحقيق المشترك السعودي والتركي يوم أمس أو ليلة الأمس إلى القنصلية السعودية، وقالت اليوم بأن يعني التحقيقات داخل مبنى القنصلية دام في حدود 8 ساعات لمعرفة وللتعرف على المواقف يعني الرسمية وأيضا المواقف الحقوقية خصوصا للمنظمات الحقوقية الأوروبية. استضيف السيد عبد المجيد مراري رئيس منظمة الإيFD الدولية والمحامي الدولي. أهلا بك أستاذ عبد المجيد وشكرا على قبول الدعوة. قبل البدء في يعني طرح أسئلة بخصوص التحقيقات التي فتحت بشكل مباشر منذ ليلة الأمس ولازالت إلى حد الآن كما ترون المشاهدين الكرام على الصور التي تأتيكم مباشرة عبر الجزيرة مباشر، هناك موقف لمنظمتكم يعني في بيان لها قبل أيام قليلة، قالت وتحدثت عن وطلبت الحكومة التركية في التدخل في هذه القضية وملاحقة أيضا بعض المسؤولين السعوديين. بداية، هل تؤكد هذا ما جاء في هذا البيان وما موقفكم مما يحصل؟ بالفعل نؤكد ذلك، ونحن قد طالبنا السلطات التركية وطالبنا جهات أممية، وقد استجاب المقرر الخاص والمفوض السامي لحقوق الإنسان، أولا استجاب لنا مفوضان ساميان لحقوق الإنسان لنداءاتنا العاجلة، المقرر الخاص أو الفريق العامل لمناهضة الاختفاء القصري استجاب للطلب وأصدر بيانا يندد بذلك، وناشد وطالب السلطات السعودية إلى توضيح ملابسات هذه القضية. أما والحال الآن وبدأت تخرج يعني فرضيات يعني اغتياله وملابسات اغتياله، فقط طالبنا السلطات التركية بأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، لأن القنصل وموظفي القنصلية هم مسؤولون جنائيا عن هذا الفعل. إذا ثبتت تلك الروايات وإذا ثبت أن الدكتور أو الأستاذ جمال خاشقجي قد تم اغتياله في مكتب قنصل المملكة العربية السعودية، فقنصل المملكة العربية السعودية لا يمثل نفسه فهو يمثل دولة، وبذلك نحن نكون أمام جريمة دولة.
ينبغي لتركيا ولها يخول لها القانون الدولي أن تتخذ مجموعة من الإجراءات بدءا من المؤسسات الأممية انتهاء المحكمة العدل الدولية، لأن هذا انتهاك للاتفاقية، وعندما تنتهك الاتفاقية نحتكم إلى جهة قضائية واحدة دولية وهي محكمة العدل الدولية بلا هاي. ماذا ستفعل تركيا مع قنصل يمثل دولة إذن كما أشرت إلى ذلك إذن يحمل جوازا دبلوماسيا لديها الحق في يعني لا يحق لتركيا أن تتخذ أي إجراء ربما مباشر مع القنصل، والقنصل تأكد يوم أمس بأنه ترك تركيا في متوجها إلى بلده السعودية. ماذا كان على تركيا أن تفعل قبل رحيل القنصل السعودي وربما مع باقي الموظفين الموجودين حاليا في تركيا؟ صراحة بداية خروج القنصل من المملكة العربية السعودية ومغادرته دون أن يتم طرده من قبل السلطات التركية ودون أن تستدعيه سلطات بلده الدبلوماسية وهي وزارة الخارجية السعودية، هذا يدل على أن هناك تورط، على هذا دليل إدانة ضده بأنه هرب من المسؤولية وفر من المسؤولية. وإلا كان على السلطات التركية أن تتوجه بطلب إلى السلطات السعودية ممثلة في وزارة الخارجية باعتبارها المسؤول المباشر للقنصل أن تسمح لها بالتحقيق والاستماع إلى القنصل من جهة، ثم بعد ذلك أن تصدر قرار بأنه قنصل المملكة العربية السعودية هو شخص غير مرغوب فيه في تركيا، فيغادر تركيا بناء على هذا الطلب، وليس أن يغادر من تلقاء نفسه. فالقنصل الآن خرق اتفاقية فيينا، معاهدة فيينا منظمة العمل الدبلوماسي، خرقها هذا القنصل. ثم بعد ذلك بعد أن يصل إلى السعودية على السلطات التركية أن تطالب وزارة الخارجية والسلطات السعودية على أن ترفع صفة الحصانة على القنصل من أجل ملاحقته جنائيا في المملكة العربية السعودية، وهذه من صلاحيات ممكن لتركيا أن تلجأ إليها لهذا الأمر وأن تلاحقه في المملكة العربية السعودية وتطلب تسليمه بعد رفع الحصانة عليه، لأن الآن بموجب اتفاقية فيينا لا يمكن ملاحقته ولا يمكن يعني محاسبته على ذلك إلا بعد إذن سلطات وزارة الخارجية السعودية. لكن بالنسبة للمساطر التي سيتم اتخاذها خصوصا في الاتحاد الأوروبي حيث تغطى العديد من المنظمات الحقوقية سواء المدافع عن حقوق الإنسان وأخرى أكثر تخصصا في مجال يعني الصحفيين وحرية الصحافة، وأذكر مثلا يعني مراسلون بلا حدود المنظمة الفرنسية ذات النفوذ القوي في الاتحاد الأوروبي، أنتم مثلا كمنظمة للAFD ناشطون في الاتحاد الأوروبي وأيضا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يعني ما هي المساطر التي تتصورون بأن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يطلقها إما من الجانب الدبلوماسي والسياسي المتعلق بالمؤسسات الرسمية أو الجانب الحقوقي؟ كيف سيتم التعامل مع ملف جمال خاشقجي مستقبلا؟ هل كصحفي تم اغتياله أو كشخصية معارضة تم تصفيتها بهذه الطريقة؟ يعني ما هي المسطرة المنتظرة حسب نظرك؟ أعتقد أنه منظمة مراسلون بلا حدود أصدرت بيانا قوي اللهجة يعني يندد بهذه الجريمة، يندد بملابسة اختفاء جمال خاشقجي. نتأسف على بعدما أن كان جمال خاشقجي مصدر الخبر صار خبرا يتداول في وسائل الإعلام، نتأسف أن تصل الصحافة إلى هذا المستوى، ولكن نحن كمنظمة حقوقية علينا أن نلجأ إلى آليات أممية هناك لحماية الصحفيين، هناك المقرر الخاص بحرية الصحافة والتعبير فيمكن اللجوء إليه، وقد تفاعل هو الآخر وأصدر بيانا وناشد المملكة العربية السعودية على إعطاء توضيح في هذا الأمر، وهذا كل ما يمكن أن يقوم به المقرر الخاص للأمم المتحدة وتوجيه مناشدات توجيه استفسارات ليس إلا، لكن من أجل فرض عقوبات ينبغي اللجوء إلى مؤسسات إقليمية ودولية كالبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي مثلا من أجل استصدار مجموعة توصيات كوقف التعامل مع المملكة العربية السعودية، وقف صفقة السلاح مع المملكة العربية السعودية، وهذا ما هددت به العديد من الدول منها فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، قالت بأنه إذا ثبتت هذه الجرائم وهذه جريمة الاغتيال فإنه سيتم إيقاف كل شيء من كل علاقات تقريبا للمعاملات التجارية وخاصة في مجال الأسلحة، فهي مهددة بهذه الجريمة. نعم، هذا ما أكدته أيضا وسائل الإعلام أو يعني تتطرق إليه وسائل الإعلام الفرنسية، تقول بأنه يجب مراجعة ربما حسب مثلا جريدة نوفل أوبسيرفاتور التي تقول أنه يجب مراجعة الصداقة التي أو الحلف الذي يجمع السعودية بفرنسا، لكن يعني حول الجرم الذي حدث أو الجريمة التي حدثت إذا أثبتت ذلك طبعا التحقيقات القادمة وثبت اغتيال ومقتل جمال خاشقجي في الظروف التي تصفها الكثير من وسائل الإعلام العالمية، كيف سيتم التعامل مع الجريمة في حد ذاتها؟ يعني جريمة قتل إنسان بعيدا عن العلاقات الدبلوماسية التي ممكن أن تتأثر إما عبر الضغوط منظمات الحقوقية، لكن الإجرام بحد ذاته كيف سيتم التعامل معها؟
طبعا هذه الجريمة سوف لن تتقدم ولن تسقط بأي مبرر. هذه جريمة ينبغي أن يلقى الجنات يعني جزاؤهم. هذه الجريمة ارتكبت صحيح أنها ارتكبت داخل مكان يدخل في حيازة المملكة العربية السعودية وهو مكان هو القنصلية، لكن هي ارتكبت كذلك في لأنه الرجل جمال خاشقجي كان في تركيا وهو تحت الحماية التركية وفي ضيافة تركيا، فتركيا تتحمل جزء كبير من المسؤولية في هذا الباب. فمن أجل إبراء مسؤوليتها فينبغي أن يحاكم الجنات وأن يقدموا أمام القضاء التركي. لماذا؟ لأن الذين ثبت أنهم إذا ثبتت هذه الفرضيات فالذين ارتكبوا هذا الجرم بشكل بآلياته المادية يعني لا يحملون الصفة الدبلوماسية، فينبغي أن يسلموا إلى السلطة التركية وأن يقول القضاء التركي كلمته. هذا من جهة، وإلا تكون الفرضية الثانية وهي أن تطالب السلطة التركية سلطة المملكة العربية السعودية باعتقال الجنات ومحاكمتهم محاكمة طبعا عادلة بكل ما يمنحهم لهم القانون، أن يحاكموا أمام القضاء السعودي بما ينال، لأنه هذه قتل 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 نفس، قتل بريء، قتل صحفي كان يعبر عن رأيه، والظاهر من تحقيقات من الأولية على أنه لم يمت بشكل عادي، تم تشويه بجثته، تم تعذيبه قبل ذلك. فهذه كلها يعني تنفرج عليها آليات أخرى، يعني ممكن اللجوء إلى المقرر الخاص بمناهضة التعذيب، هذا إجراء ممكن. هناك انتهاكات عديدة حول ما حصل، هناك انتهاكات، هناك تعذيب، هناك خطف، هناك قتل، هناك تشويه. نعم، هناك انتهاكات عديدة تتداخل فيها مؤسسات دولية، وقد ذهبت في حوار آخر إلى أبعد من ذلك. ممكن لتركيا، وللأسف تركيا ليست مصادقة على نظام روما ولا المملكة العربية السعودية، وإلا كنا ناشدنا إلى اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية. كيف ذلك؟ لأن نظام روما يتحدث في الفصل السابع على أن الاختفاء القسري وقد كان مختفيا، والقتل خارج إطار القانون، هذا قتل خارج إطار القانون، لا هناك حكم قضائي ولا شيء. فهاته الجريمتين هنا هما يدخلان في اختصاص محكمة الجناية الدولية وفق نظام روما في المادة السابعة منه. فبالتالي للمدعي العام لمحكمة الجناية الدولية إذا وجهت إليه شكاية في الأمر فليس له إلا أن يرفع يعني أن يفتح تحقيقين في الموضوع. لكن نتأسف على أنه تركيا ليست طرفا ولا المملكة العربية ليست طرفا، لكن هناك مدخل آخر سليم وهو مجلس الأمن. ما دام الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأعضاء يعني في 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 مجلس الأمن لهم الحق أن يحركوا، أن يطالبوا، أن يأمروا، ليس أن يطالبوا، أن يأمروا محكمة الجناية الدولية في شخص المدعي العام كي يفتح تحقيقين في الموضوع، لأن هذه جريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق جمال خاشقجي. نعم، هناك يعني هناك طبعا هذا واضح للجميع بأن هناك غموض حول هذه القضية، والغموض تؤكده الأخبار التي تتناقل. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن حادث قتل من طرف مارقين حسب تعبيره، لكنه يعني ربما يحاول إبعاد المسؤولية، مسؤولية القيادة السعودية وخصوصا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لكن في نفس الوقت الجزيرة وحسب مصادر مطلعة من تركيا تقول بأن أغلب الأشخاص، وهناك شخصية محددة ضمن الشخصيات 15 الذين التي وصلت إلى تركيا يوم اغتيال خاشقجي، كانت على تواصل مباشر بالأمير السعودي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. يعني أنتم كيف تقرؤون تورط السلطات السعودية بشكل مباشر؟ هل الحادث يشبه حسب يعني حسب رأيكم إلى حدث ربما من طرف مجموعة إجرامية فعلت ما فعلت دون التوصل بأوامر مباشرة، أم أن الأمر يشبه عملية تصفية بأوامر من القيادة السعودية؟ نحن كمنظمة حقوقية لا نلتفت إلى مثل هذه التصريحات. مارقين ليس هناك هذه قاتل، التفاصيل لا تعنيكم يعني. لا تعنينا على الإطلاق، لأن لا نفرق بين قاتل مارق وقاتل غير مارق. القاتل قاتل، فالصفة صفة الذنب هي موجودة، صفة المتابعة هي موجودة، المسؤولية الجنائية هي موجودة، كان مارقا أو غير مارق ارتكب جرما، هذا من جهة. ثم مكان ارتكاب الجريمة، إذا ارتكبت خارج القنصلية أنا ذاك نناقش مارق غير مارق، هؤلاء مسؤولون أو غير مسؤولون. هي ارتكبت داخل مقر دولة، داخل أرض دولة بعينها هي المملكة العربية السعودية، داخل القنصلية، والقنصلية في عرف في منطق معاهدة فيينا هي أرض تابعة إلى المملكة العربية السعودية، والممثلين الدبلوماسيين ما قاموا به لا يدخل في مهامهم الدبلوماسية. ليس من مهام القنصل والسفير أن يرتكبوا جرائم قتل أو أن يشرفوا بجرائم قتل أو أن يقدموا المساعدة. ما قام به القنصل وقدم المساعدة وساهم بأن استقبل القتلة واستقبل المقتول في استدرج المقتول إلى مكتبه وتم تصفيته، فالمسؤولية الجنائية على القنصل في البداية لأنه هو
جريمة دولة من نوع خاص، جريمة دولة من نوع خاص، لأن ما ارتكبه القنصل لا يمثله كقنصل، وإنما يمثل المملكة العربية السعودية، ولا يبرئ ذمة المملكة العربية السعودية، لن تبرأ ذمتها من هذه الجريمة، ينبغي محاسبتها من قبل المؤسسات الدولية وفق أحكام القانون الدولي. هناك ميثاق الأمم المتحدة الذي يمكن أن نحاسب عليه المملكة العربية السعودية، هناك معاهدة فيينا التي تم خرقها والتي يمكن للسلطات التركية أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية، لأن هناك انتهاك للاتفاق بين دولتين، ينبغي اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في هذا الأمر. هناك مجلس الأمن الذي له صلاحية أن يفتح تحقيق، أن يأمر بفتح تحقيق قبل محكمة الجنائية الدولية، لأن ما ارتكب هو جريمة ضد الإنسانية، أن هناك قتل خارج إطار القانون، وهناك يعني إخفاء قسري، فبالتالي هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تتم في هذا الاتجاه، لأن ما ارتكب هو جريمة دولة وليس جريمة عادية. أستاذ جمال عبد المجيد المراري، شكرا على قبول هذه الدعوة، شكرا على المشاركة معنا ضمن هذه التغطية الخاصة التي أتاكم هذا الجزء منها من باريس، حيث اطلعنا على يعني ردود الفعل الرسمية والحقوقية والإعلامية كذلك من فرنسا وباقي الدول الأوروبية، وأيضا موقف منظمة الإي إف دي الأوروبية، والتي يعني تتابع كما استمعتم إلى رئيسها، تتابع قضية اختفاء أو ربما اغتيال جمال خاشقجي في هذه الظروف الغامضة. إذن هذا الغموض بدأ يتبدد الآن بعد صدور معلومات وتسريبات كثيرة حول تفاصيل هذه القضية وتفاصيل هذه العملية. هناك مصادر كثيرة داخل السلطات التركية، وأيضا من تسريبات بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي بدأت تعطي معلومات بشكل أدق، وهذا ما دفع الكثير والعديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية هنا في أوروبا إلى يعني الرد بخصوص هذه القضية والتفاعل مع المعلومات التي تأتينا. ومن المنتظر طبعا أنه خلال الساعات القادمة وبعد فتح منزل أو بيت القنصل السعودي في إسطنبول أمام المحققين الأتراك، ربما ستصلنا بعض المعلومات الإضافية بخصوص هذه القضية. إلى ذلك أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وأنتقل لزملائي في إسطنبول ضمن التغطية الخاصة للجزيرة مباشر حول قضية جمال خاشقجي.